بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. قسما بنور المصطفى وجماله لم يخلق الرحمن مثل صفاته. المسك والكافور من عرق النبي، والورد والياسمين من وجناته. عيسى المسيح رآه في إنجيله، وموسى الكليم رآه في توراته. يا عاشقين محمدا وجماله صلوا عليه تفوزوا بصلاته. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الأطهار. يتجدد اللقاء مرة أخرى وتذبح الأرواح مع القارئ الكريم، قارئ جمهورية مصر العربية وعملاق المنوفية، والقارئ بالإذاعة المصرية قريبا، فضيلة القارئ الشيخ ماجد أسامة الشيتي، القارئ والمقيم بالخور، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.
نحن نقص عليك أحسن القصص نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا وإن كنت من قبله لمن إذ قال يوسف لأبيه يا أبت يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر والشمس والقمر والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إذ قال يوسف لأبيه يا أبت يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدونك كيدا إذ قال يوسف لأبيه يا أبت يا أبت إني رأيت أحد
عشر كوكبا والشمس والقمر والشمس والقمر والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدونك كيدا الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك قبل إبراهيم وإسحاق وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك قبل إبراهيم وإسحاق ربك عليم حكيم
لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطها بعض السيارة صدق الله العظيم اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا بعده قوما صالحين قال قائل
يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. أرسله معنا أرسله معنا قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا
أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء ذهبنا نستبق وتركنا يوسف وتركنا يوسف عند متاعنا وتركنا يوسف عند متاعنا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. صدق الله العظيم. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسره بضاعة والله عليم بما يعملون.
وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولم ما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله.
وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله قال معاذ الله وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. صدق الله العظيم. يا جمال القرآن حدث عن جمال الله فيك وكل ذي عينين لا تجعل مع الله شريكا. وهكذا أخوة الإيمان والإسلام في كل مكان استمعنا مع صوت لا يمل سماعه وقرآنا تترقب إليه كل استماعه مع قارئ جمهورية مصر العربية فضيلة القارئ الشيخ ماجد أسامة الشيخي القارئ والمقيم بالخور عبر أسير الإذاعة المحلية وهندسة الكهرباء العالمية وقصر الضيافة المتنكل وكبرى مخازن الفراشة إدارة ومخازن الحاج شحات عبد المجيد البري بمركز ومدينة أشمون. أما التلاوة القادمة لفضيلة القارئ الشيخ أشرف أبو حسين القارئ والمقيم ببهناي. أي السادة إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.